افتح لي عود الصوت يوه. انا مثل يوم الصلاة ها. ولد الهدى في الكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك القصواء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لا حد جاء يوما وما حنت بلفل الوجناء. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين، حياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج في داخل الوطن وفي خارج الوطن، في أولى حلقات شهر ربيعنا الأول وأولى أنوار شهر ربيعنا الأول، مولد النبي صلى الله عليه وآله، الخامس من شهر ربيعنا الأول لعام 19 و2000 من الخامس من شهر ربيعنا الأول لعام 41 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الثالث من تشرين الثاني لعام 19 و2000 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لعله شهر الله سبحانه وتعالى يرحمنا ببركة مولد النبي. في صحيح البخاري أن أبو لهب وهو المعذب في النار ولعنه الله من فوق 7 سماوات، وأنه نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، رآه أحد أقاربه في رؤيا قال ما فعل الله بك؟ قال جمرتان يغلي بهما دماغي، لكن يخفف عني كل اثنين، لأنني فرحت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم به. فإن شاء الله بركة مولده أن الله عز وجل يطفئ نار الحروب ونار الفتن فيما بين الناس، وإن شاء الله هذا الشهر وهذا العام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. لا أعرف من أين أبدأ وأين أنتهي، لكن قبل البرنامج حقيقة وقبل الدخول في طياته، خالص العزاء والمواساة لهن اللجي شيخ حسين العللجي والحاج حسن العللجي بوفاة الحاج سليمان العللجي، نسأل الله أن يرحمه وأن يتجاوز عنا وعنه. حضرنا مجلسهم وكان مجلس كبير ومهيب للعزاء، حضره الناس كل الناس. وخالص العزاء والمواساة يا شيخ حسين أبو علي، الخلف بروسكم وهذه هي الأقدار وهذه هي الدنيا، إني معزيك لا إني على ثقة من البقاء، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. وكذلك هن جميله أطروخ بوفاة أبو همام، زميل قديم وأخ وصديق قديم من أيام الأسمدة وغير الأسمدة، حقيقة ذهب إلى ربه أحسب لمرض عضال. وهكذا وهذه هي الأقدار يا هن جميله، نسأل الله أن يرحم أبو همام والخلف بروسكم. أيضا في أربيل الحبيب أمس أو أول أمس ودع العالم العربي والإسلامي القارئ الكبير وليد الأعظمي، الصوت الشجي، القراءة الشجية، المزمار من مزامير آل داود في تلاوة القرآن وقراءة القرآن، أهن الأنبار، الرمادي، الفلوجي، القراء، الملالي، رجال الدين، طلبة العلم،
محبي كتاب الله عز وجل أنه هذا قدر الله عز وجل وهكذا هي الدنيا. واليوم في قرية اللزاق الحود، القرية التي أسكن وأقطن وأعيش فيها، ودعنا في صباح هذا اليوم أيضا خبر مفجع حقيقة، وفاة الأخ والحبيب والصديق والقرايب إبراهيم الذنون أبو خليل، الوجه البشوش، الابتسامة، الصدق، الكرم، الشهامة، الشجاعة. ولكن أقدار الله عز وجل لا تبقي عزيزا، وساعات السرور بها قليلة، فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فالرحمة والخلود لشهداء الانتفاضة، أيضا شهداء السنك والجمهورية، والذين يقتلون أيضا ويصرعون ما بين ليلة وضحاها برصاص القناصين المجهولين، وهم يطالبون بحقوقهم، يطالبون بالحرية، يطالبون بالعيش الرغيد، بالعيش الكريم. هذا العراق بلد تصافحه الجماجم والدم، لا ينحني للريح أو يستسلم. هذا العراق برغم نزف جراحه تتألم الدنيا ولا يتألم. هذا العراق بنغم نزف جروحه تتزحزح الدنيا ولا يتزحزح، أو كما يقولون. فحياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج، الله حيهم. ويمكن كاميرا خيمة وقصيد من يعني صيد الكاميرا هذا الأسبوع في يوم الجمعة المبارك، كان لقاء كبير ومهيب لكوكبة من المشايخ والحضور في محافظات العراق، كركوك وصلاح الدين والموصل وغيرها، حضرها أولاد قحطان وعدنان في مضيف الفرج عند الشيخ عشم أمر لواء 91، الفرج الحوري، الكرم، الشهامة، المرجلة. حقيقة رجع المضيف مالهم بعد أن يعني أصابه ما أصابه، واليوم إن شاء الله تعاد المجالس والدواوين، وسوف تكون هناك حلقة خاصة عن شلاش الخلف، ها إن شاء الله تعالى، وسنلتقي بهم قريبا. فكان مجلس كبير. ويوم الخميس أيضا يمكن كانت كاميرا خيمة وقصيد بدعوة من أبو شمس الحماش أبو عمر بزواج ولده الوحيد وولي عهده عمر بن عبد الرحمن، فكان لقاء جميل وحضور جميل، حضره الناس، كل الناس، وحضرتها أيضا كوكبة من الشعراء، جغيفي و المحال قاضي محمد بن موسى وصدام السحل، ويمكن أكو تصاوير هياها المخرج، يمكن أكو تصاوير يفرحون الأحبة بشوفة التصاوير. هذا سهيل الجغيفي، هذا صدام السحل، هذا القانوني أبو سارة، محمد بن موسى القاضي، الخال أبو غسان، والقرايب، وحي الله كل المحبين بديوان أبو عمر شمس الحماش، هذا خطيب الجمعة أبو بشار، وأيضا محسن أبو علي، و أبو صقبان، الله حيهم القرايب، الله حيهم، حياهم الله. ونفرح بالمواجهة، وانتهنا هذا مضيف العشم الكبير، وهذا مضيف الفرج الحوري الخصم الشرقاط، شيخ نشأة العشم وهن طويرات، هذا المضيف من الخارج، وحضره كبار القادة وكبار السادة وكبار الأمراء. وكان لنا شرف اللقاء مع الشيخ عبد الحميد شويش والشيخ محمد العطية والشيخ خميس جبارة، وأيضا شلاش الخلف بأجمعهم، وأيضا حضره الحجاج، وحضره الشيخ أسد، وحضر الحقيقة الكثير من الناس، كل الناس، لا عد لهم ولا حصر. الشرقاط بساحليها الأيمن والأيسر حضر وهن المهارة، وحضر وهالكركوك، وحضرة الناس، كل الناس. عادة تلتم الناس على موائد الفرح وعلى لمات الخير، وهذه رسالة أن العراق في مناطقنا الغربية بدأ يتعافى إن شاء الله، ونتمنى أنه يتعافى أيضا بالجنوب والوسط، وأن يبقى العراق لحمة واحدة لا يفرقهم شيء. ولذلك قبل لا أدخل في طيات البرنامج، المخرج حسام بن فاعور، المخرج حسام بن فاعور اختار لكم هذا الفويصل الجميل من غناء هاشم الجبوري، وعن ساحة التحرير، يهديه إلى المعتصمين. أيوة،
يهديه إلى المتظاهرين السلميين، إلى المعتصمين، إلى الذين يرفعون رايات العراق ولا يرفعون رايات غيرها، إلى الذين يقولون هذا السنة وشيعة، هذا الوطن منبيعه، إلى الذين ينادون بوحدة العراق وسلمية العراق إن شاء الله. فنأخذ هذا الفويصل، نأخذ هذا الفويصل وبعده راجعي لكم. القناة قالت اليوم يا جمهور خيمة وقصيدة البرنامج لكم، والاتصالات لكم، والإهداءات لكم، والمشاركات لكم. واليوم أنا عندي من المشاركات الكثير، قسم منها من الإمارات العربية المتحدة، مبروك عمر زميل البرنامج وصديق البرنامج. لكن يا المخرج جاهز الفاصل؟ أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، تحية وألف لكل من يتغنى بحب العراق، بوحدة العراق، بالسلم لهذا البلد العريق حقيقة. في القرآن الكريم: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. يعني العرب تقول والتاريخ يقول أن كسرى لكل من حكم في فارس، وقيصر لكل من حكم في الروم، وكذلك فرعون لكل من حكم في مصر، والنجاشي لكل من حكم في الحبشة، وتبع لكل من حكم في اليمن، ولاة عدة وحكام عديدين كلهم ذهبوا وكلهم يعني إلى زوال حتما، لم يبقى إلا الذين خلدهم التاريخ في السلب أو في الإيجاب، في الخير أو في الشر. وكما يقول الشاعر: إن الكراسي لا تدوم لأهلها، إن قلت لي كلا فأين الأول، فاصنع من الفعل الجميل جمائلا، فإذا عزلت فإنها لا تعزل. فحياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج. كان المفترض اليوم يكون ضيفي طلب الشمري على أساس من شمر، ولكن حال بيننا وبينه ظرف طارئ، يعني اتصل في وقت متأخر وقال أنه يعني تعذر الوصول إلى خيمة وقصيد. فالقناة قالت اليوم البرنامج لكم والمشاركات لكم، ومثل ما قلنا عندنا مشاركات كثيرة، وإحنا هم نحب نسمع اليوم صوتكم، نحب نسمع يعني أخباركم، نحب نسمع وش عندكم من قصايد من مشاركات. فالقناة سوف تفتح لكم الاتصالات على مصراعيها، وحتى لا يتداركنا الوقت ويأخذنا الوقت على حين غرة حقيقة. وردني هذا المكتوب، يقول حسن الجار المسعودي: مكتوب من عندكم بيدي تمليته، ممنون للمثلكم على الرأس خليته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، بناء على دعوة كريمة من الشيخ الدكتور أبي كهلان: شدت الرحال أم يعرب وأنا معها إلى ديار أخوالها أزويد في قرية الحورية المحروسة، فاستقبلها أزويد بحفاوة منقطعة النظير، وآلم وليمة يتحدث عنها الركبان بجفانهم المتميزة، وقامت الشيخة أم حسين والشيخة أم وليد والشيخة أم كهلان بتكريم أم يعرب، وكان الشيخ حسين أزويد قد أهداها بيتين من شعره ونشرها على موقعه، وخطها بالوفاء بغرس الوفاء، وأطرها بإطار مذهب، وكتبها بالحرف الواحد إلى ابنة عمتنا الأميرة أم يعرب: أهلا وسهلا، وها أخوالك احتفلوا، آل الزويد عليكم كلهم سألوا، فأم يعرب بنت الأخت شيمتها، ترعى الخؤولة دوما أينما نزلوا. فأجبته نيابة عن أم يعرب: أزكى التحايا يا أبا كهلاني، مزدانة بالشكر والعرفان، آل الزويد عراقة وأصالة، ولهم بناء ثابت الأركان، قدم لهم في المجد، أنصع صفحة برجالهم وكرائم النسوان. وأقول للحق وللتاريخ أن أم يعرب لن تنسى هذا اليوم، ما أعقب الليل النهار، والله الموفق. أبو يعرب نيابة عن أم يعرب. حياك الله يا الخال، وشكرا على هذا المرسال الذي خص به خيمة وقصيد، وشكرا لهن عيال العرجة الهيب، ومنهم الزويد أبو كهلان الدكتور المعروف
المهندس، وحقيقة كل هالنزويد لنا معهم علاقات وعلاقات، وإن شاء الله يكون ضيفنا أبو كهلان في حلقة من الحلقات. تحية وألف لكل القرايب، يمكن كان رفيجي بهذه الرحلة اللي رحنا بها على شيخ عشم، له خالص التحايا والسلام. أيضا قعدنا معه والتقينا معه، وكان لقاء جميل حقيقة، محفوف بالمحبة ومحفوف بالود ومحفوف بالسلام حقيقة. فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم جميعا. في اتصال يا المخرج؟ نعم، ايه المخرج يقول خلنا ناخذ هذا الفاصل الشعري اللي كانوا ضيوف عند شمس الحماش عبد الرحمن الحاج عطية ابو عمر بمناسبة زواج ولده. الف مبارك يا ابو عمر، والف مبارك لكل العرسان حقيقة الذين تزوجوا يعني في هذا الموسم. العرب تقول هذا الهوى تشريني ياخذني ويوديني، فكان من محاسن القدر ان نلتقي بشعراء كبار محمد بن موسى القاضي والاستاذ سهيل الجغيفي وصدام السحل، وكلهم يخصونكم بالتحايا والسلام، وخاصة يخصون أهل السماء وسيد على الياسري والقرايب والعمام وكل أهل السماء والناصرية والعمارة. وهذا الأبيات الجميلة الذي تغنى بها سهيل الجغيفي، يلا حيكم الجغايف الله حيكم. وحيدة سجايا الكون كله يمتثل للتقولة، يا كاشف الماء الضمايا الخفايا، يا مطوع النفس الدليلة الملولة، يا رافع سبعه طبرك تشاياه، يا باسط الوسع ومحيطات حوله، يا رب يا مهد الخلايق هداياه، اجبالها واهضابها مع سهوله، يا اللي من ذنوبك جبالك مغطاه، يا مروي الصحراء بغزاير سيوله، يا الوزعت ما بين خلقك مزاياه، ميزت ما بين النساء والرجوله، يا الله حقق حلمنا بالمصافاه، ما بين جمع الغاشيه المجد طوله، واللي يبي يفهم عن الرجل معناه، الرجل مو معناه شكله وزوله، الرجل رجلك قام للضيف حياه، اذا لفاه المعتري قام طوله، حظه وجابه وحط مركاه يمناه، وفر على يسراه واثنين حوله، ومن بعد ذا جاب المصبه وقهواه، وخفض متاعيب السفر من حموله، والرجل رجل عن جاره وعاناه، من حيث وصى فيه الله ورسوله، والرجل رجل لو تحمل الماذاه من شان يرضي عدوته من الحموله، والرجل رجل صار للصلح مدواه اللي تكف الشر وابعد فلوله، والرجل رجل ذاع صيته وقرياه بالطيب والمعروف ربع شهدوله، والرجل رجل عاف حقه رياجاه ركب النشامه من مشاشر رجوله، والرجل رجل مرض الناس وياه كل عقدة عنده خفيفه محلوله، وإذا الرجل يصبر على المرمشها من شان يرقى فوق تل البطولة، وكريم من سامح خويه وجازاه حيث رضى الله بالسماحه ينوله، هذه معاني للرجوله ونقراه للي يبي يفهم معاني الرجوله والخاتمه، يا الله يا رب يا الله شمل القبائل تجمعها في السوق. امين امين يا رب امين. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. يقول معانا اتصال، وهلا بالاتصال. السلام عليكم. السلام وهلا بالسلام. انا ابو فرزان، شلون صحتك؟ الله حيك الله حيك الله حيك. الله حيك. كان نطلق الحجر من نافية ديارة فترة. هلا 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 هلا. ونغني ونغني ونعم، شلونك؟ شلون صحتك؟ الديرة القرايب. بخير يا هلا وخير، واشكرك منور على برنامج وعلى القناه الحلوه. حياك الله. العرب تقول نقل فؤادك. حيك الله يحييك يا طيب يا شيخ يا اسود والله. بارك الله بيك، نسمع منك ذا. اشكرك على هالقناه وهالبرنامج الرائع والله، ما شيء ما يوصف، متابعه ما تتخيلها. الله محييكم الله محييكم الله محييكم. واشكرك جدا، يسلمون علي الدرايب كلهم ويخصونك بالسلامة حق الشفيع. الله حيكم الله حيكم. ناظم الخوف والحجة. والعشرة نعم والعشرة نعم والعشرة نعم. وفتحة بسلم عليك بصوتك عن طريق البرنامج الحلو وشكرك. على ديرتك على ديرتك. العرب قالت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في القاع يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. حي الله القيارة وهالقيارة.
سلام لك ولكادر جميع ابو فرغان. بارك الله بيك. والمخرج يقول راح نحضر لهم ان شاء الله تشوبي زين وفاصل زين، بس بنهايه الحلقه لاهل الموصل خاصه وللعراقيين عامه ان شاء الله. هلا بالحجل، الله حيهم، حي الله القرايب، الله حيهم. يمكن انقطع الاتصال، اي الله حيهم. في اتصال؟ ايوه. طيب هلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. شلونك اخوي ابو فرخان؟ هلا الله حيه سيد علي. شلونك؟ هلا بالسماوة واهل السماوة الله حيهم. الله قريب حي بنقال. شلونك اخوي؟ احنا نريد نسمع اخبارك. السماوة، قضاء الخضر، البطحة، طمنا على اخباركم. والله ان شاء الله بخير ان شاء الله. يا الله يا الله يا الله يا رب. جميع العراقيين ان شاء الله بخير. يا رب يا رب ان شاء الله بجاه محمد وآل محمد يا الله. اللهم صل على محمد. والله بالبداية طبعا احب اشكر الاخ محمد صدام السحب. الله حيكم. أنا من زمان ما شايفه صدام السحر، بس هسه شفت هذا الفاصل الوحيد اللي صاير أبو محمد. راجع شباب مو بالله؟ إي والله راجع شباب. إي لا راجع شباب. الله حيه الله حيه الله حيه سيد على الياسر الله حيه. والله وكل شيء وسلام لهم كلهم طبعا اللي بالغربية. الغربية كلها معاكم والله، الغربية كلها معاكم. يسمعك الدكتور والقاضي يسمعك. يلا حيكون عمامة نازلين ليش اللي جالسين طبعا يسلمون عليك وارتاحوا للقصيدة مالتك اللي قبل شوية مال الهواء مال هذا اللي مال هاشم جبوري. اي والله مال الهواء، الهواء مو هاي الشياب ارتاحت مال الهواء هذا مال بمناسبة الزواج. اي 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 هذا الهواء تشريني ياخذني ويوديني. اي والله خافة رسيد صاحبك الوالد. يا رب يديم الافراح ويديم الامن والامان والمسرات على الشياب وعلى الشباب وعلى البنات والعجايز وعلى سور الوطن الجيش العراقي والشرطه الاتحاديه وكل حقيقه اللي يحب العراق ويريد الخير للعراق. والله الله يسلمك. سلم اخوي سلم سيد على الياسري ممنون. سلام للقضاء الخضر كله. اي والله والكل القرايب. يلا حيكم يلا حيكم. تعيش يا سيد. حيهم حيهم من السماوة ومن قضاء الخضر سيد على الياسري من كرام العرب حقيقة. أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر. سجلنا حلقة عندهم تراحيب يعني أخذونا بالصلوات والله يعجز اللسان. والشيخ عطيت الجاسم الصالح أبو الشيماء يخصكم بالتحايا والسلام، وكذلك المصور المتألق علي بن غالب وخيمة وقصيد وتراحيب وقناة سامرة وكل المحبين والله. يلا حيكم يلا حيكم الله حيكم. في اتصال يا المخرج؟ اكو اتصال؟ هلا بالاتصال. هلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ابعد عنا التلفاز، ابعد عنا التلفاز حتى نسمعك تلفون لتلفون. يلا اريد اشارك بالبرنامج. يسلم عليكم وتشكر منكم استاذ. حياك الله. خلنا نتعارف. سامر 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 من بعاج استاذ ابو فرغان. شلونك؟ هلا بعاجه وهالبعاجه، بس ابعد عن التلفزيون شوي حتى انت تسولف انا وياك بالتلفون بدون تلفزيون. ابعد ابعد عن التلفاز الله يرضى عنك حتى نسمعك ما يرد الصوت. الله يبارك فيك على البرنامج الطيب والله الحلو هذه. هلا الله حيك الله حيك. شلونهم بعاجه وهالبعاجه؟ والله بخير هالبعاج، كل هالبعاج يسلمون عليك وقرابك العقدات يدينك السلام. البعاج الموصل الله حيهم الله حيهم الله حيهم. الله يبارك فيك. دياركم واهلكم؟ والله الحمد لله ديارنا بخير وهلنا بخير وما طيب اشوفك انت بخير احنا بخير ان شاء الله. مطرته ونزل عليكم هذا الغيث المبارك. الحمد لله الله بخير. يا الله يا الله يا الله الله حي البعاج الله حي البعاج. روحنا ونضم اقواتنا وانفسنا وارواحنا الاخوان بالجنوب.
يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم تعيش تعيش. الله ينفخهم ان شاء الله ويحقق مرادهم والله يديم الامن والامان على العراق. طيب ما عندك قصيده بيت زهيري عتابه ابو ذيه تهدي لاخوانك الجنوب؟ والله ما يحضرني شيء بس عندي ليش مشاركه بسيطه راح اقولها حافظها يعني من عندي راح اهديها لكم. ايه نسمع. يقول تدرات الايام من دور الجهل ما تفن. ايابه. شنن علينا حرب قار غدر ما صفن ما صفن. ايه والله برق ورعيد ومطر ما صحصحن ما صفن. ايه قاضي نجمع شجع سيفي شمل بشته بشته معكب علي الوقت ما لاحظت بشته. يعليش حلو حلو الليالي انزهت من ادبرت بشته ترمى الهبيل اللي ذي طول عمر ما صفن. الله الله ترمى الهبيل اللي ذي طول عمر ما صفن. ان شاء الله تزهي ايامك وتزهي لياليك ان شاء الله يا رب وان شاء الله ما شتو ما شوف ان شاء الله ان شاء الله. الله حيك خير مظلوم الناس. هلا والله يوفقك وتطول عمرك ان شاء الله. هلا هلا بالقرايب الله حيهم الله حيهم الله حيهم. هم لك سلامه ربع كلهم. يلا حيكم الله حيكم الله حيكم. هلا 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 ممنون حياك الله. كل الهلا كل الهلا كل الهلا يا المخرج. في اتصالات ولا اخذ مشاركات؟ اي والله خلنا ناخذ مشاركات. الحقيقه من المشاركات التي وردتنا من سامراء من الامامين من ام المعتز السامرائيه الحاجه العزيزه ام المعتز ارسلت هذه المشاركه الجميله. اريد ارسل سلام بجنح عقباي على اللي على المواسد العفنين. عقباي يا ناهي لا تجر الميل عقباي ولا تضحك طرب واحنا غياب. تقول ام المعتز ردت له تقول حرام الحجل لبسه بالسجاني ما طول انت رهاين بالسجوني ولا طارش وليده بس يجيني تاسيل اشحال عجلين الارشاب. حي الله ام المعتز حي الله ابو المعتز حي الله على البيت السوامرة غلمان الباب بكل طوائفهم وانتماءاتهم. الله حيهم الله حيهم الله حيهم. الحقيقة أيضا من مبروك عمر الإمارات الدهر يومان ذا أمن وذا خطر والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعها الدرر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. من أبو سداد السلام عليكم سلامي لك ولجمهورك العزيز وانت مطلوب زيارة الى ناحية الشورى يا ابن زرزور في مضيفي بالشورى. تحياتي ابو سداد حي الله. عميد عيد حي الله ابو سداد حي الله شيخ جمهور حي الله القرايب والعمام وحي الله ابو مؤيد وحي الله اللي نلتقي بهم بهن الشورى جميعا وان شاء الله الملتقى قريب باذن الله تعالى. من ابو اياد طويبة من ابو اياد طويبة يقول اجمل الامنيات وخالص الافراح والمسرات للعميد عبد طويبة أبو الحمزة بمناسبة استلامه مدير ناحية الشورى وإن شاء الله خير خلف لخير سلف وإن شاء الله العدل والحق بين الناس. مبارك لأبو الحمزة يبارك لك أبو أياد ويبارك لك كل الجماهير والمحبين. العميد عبد طويبة أشهر من نار على علم وإن شاء الله هو يعني أقوى من الكرسي وأقوى من المنصب إن شاء الله. ايضا الى وردة الربيع الى وردة الربيع في محافظة صلاح الدين من زهرة البنفسج مسودا وسولف بيك صرت بغيابك مو كنت صاف البال منين الله جابك مو كنت صاف البال منين الله جابك. ومن برنامج خيمة وقصيد لابد من تحية وعرفان الى يعني اثنين من الناس. الاول الاستاذ الكبير ويعرفها الناس بهذا الاسم حجي علي الحاج. إذا تنطيني مجال شوي لو أخذ اتصال. طيب خل أخذ اتصال وبعدين نكمل رسالتنا للحاج علي ومن معه. هلا بالاتصال الله حيو. الله يبجيك السلام عليك أبو فرغان الله يحيي أفضل. هلا بالسلام الله محييك. كيف الحال شو أخبارك؟ يا هلا الله حيو. شلون عافيتك أبو فرغان؟ الصوت شمر لو أنا متوهم. لا وياك مش على رفيع من ذي قار من الناصرية. هلا 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 هلا. شخبارك شلون هلا بذيقار هلا بالناصرية الله حيهم الله حيهم الله حيهم. تحياتي لك في برنامج خيمة وقصيد وتحياتي لك وللبرنامج. الله محييك الله محييك يا ابن ذيقار طمنا على اخباركم ان شاء الله بخير.
والله اخبار من اخباركم يعني مسرورين بوجودكم. اسال عليك الشمس كل ما تريد تغيب، لعيوني انت دوا ولجروحي انت طبيب. الله حيو الله حيو. الله يسلم عيونك ابو فرغان وعلى راسي انت وبرنامج خيمة وقصيد والمخرج والكابر والجبور. بارك الله بيك بارك الله بيك، ونسمع منك من ابو ذيات اهلنا الناصريه. ان شاء الله نترك وجه بوجه. اريد من ابو ذياتك الحلوه يا ابن الناصريه. والله اسمع منك ما حافظ لك اي شيء. لا 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 لا، ما قالت هالعرب، شلون ما حافظ؟ بالله ما حافظ اي شيء، يعني تفاجات لما درت التلفزيون ولقيتك، يعني تفاجات بشوفتك، وان شاء الله شوفتك خير وسلامه. يلا حيك يلا حيك يلا حيك يلا حيك يلا حيك. نسمع منك ابو فرغان، وتحياتي لك وللمخرج وللجمهور. قالوا اهل الناصريه كانوا ضيوف هان بخيمه وقصيد، فحفظت منهم بيت ابو ذيه، يعني من 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 كلامهم الحلو. ها على راسي على راسي انت ولا الناصريه. اي إيه والله. ها نشرب سويه. اي والله يا خد النور، خدك خدريته وشفت جسم بنظرتك، خدريته الشاي بنار قلبي، خدريته شحلات اليوم من نشرب سوية، شحلات اليوم من نشرب سوية. فنقعد إن شاء الله ونشرب الشاي سوية يا ابن الناصرية، والملتقى قريب إن شاء الله. والله حيكم تمام. المخرج في مشاركة. نعم إلى الحاج حج على الخلف الحسن، أبو لؤي، أبو قصي، أبو عدي، حقيقة مدير ثانوية الزاوية للبنين لسنوات عديدة، يعني اليوم يعاني شيء من الوعكة الصحية وشيء من المرض، ولعله يعني خلنا ما نقول كبر سن، لا زال في شبابه، لكن هي هكذا الدنيا. فمن خيمة وقصيد ومني شخصيا ومن قناة سامراء أجمل آيات الوفاء والعرفان والمحبة حقيقة لهذه الشخصية التي تخرج من يدها يعني آلاف الأطباء، آلاف المدرسين، آلاف الضباط، آلاف المهندسين، لا عد لهم ولا حصر. وحقيقة قم للمدرس وفها التبجيل، كاد المدرس أن يكون رسولا إذا كان المعلم والمدرس قد خرجا من مشكاة واحدة، يعني إذا جاز هذا المجاز. فتحية وألف إن شاء الله الشفاء العاجل من محبيه ومن جمهورها الدعوات والصلوات للحاج على الخلف الحسن العقاب. اي والله ابو قصي. ايضا شكر وعرفان من خيمه وقصيد ومن برنامج خيمه وقصيد، ومن خلال ابو ورده واخوانه لشركه المصافي، شركه مصافي الشمال، ومن خلالهم للسيد مدير عام شركه مصافي الشمال المهندس قاسم عبد الرحمن، والى المهندس عبد القادر الصعب. اي والله. والى كاكا عمر مدير المصافي الخارجيه المهندس، وإلى المهندس مصعب الحاج أحمد، وإلى المهندس مدير مصفى القيار الأستاذ محمد بن خضر، وإلى حقيقة القسم المالي والتدقيق والأفراد، وإلى أبو معمر السبعاوي، وإلى كل القرايب والعمام حقيقة، وأبو أحمد عبد العواد. أي والله. وإلى أستاذ عدنان مدير قسم التدريب والتطوير، وقسم التدريب والتطوير بما فيهم أبو نبا وأبو ناجي و أم الغسق، وكل القرايب والمحبين حقيقة. وإلى ناصر بن عزيز أبو عمر مدير الأفراد بمصفى القيارة، وإلى أبو عزيز أيضا مدير العلاقات، ومعه جمال الطابور أبو عبد، وأيضا أبو أريج، وإلى أبو عبيدة، يعني أسماء معروفة ولامعة في شركة مصافي الشمال، لا يحتاج المعرف إلى تعريف. وإلى كل شركة مصافي الشمال بأقسامها الحديثة والكسك والصينية وكركوك والقيارة، وإلى هذه الشركة العملاقة حقيقة اللي هي صمام أمان العراق جميعا. حتى يعني لا أعرف، المخرج يقول أن نهيئ للجمهور هذا الفاصل إن شاء الله ينال إعجابكم حقيقة، هيئه فهد الجرجري. وتحية وألف للموصل وأهل الموصل اللي يشاهدون هذا البرنامج والعراق جميعا. يا المخرج الفاصل جاهز؟ ها؟ ألو؟ أيوة الفاصل جاهز؟ أي هذا الفاصل، وبعده نتواصل معكم لتكملة فقرات خيمة وقصيد، فابقوا معنا وحي.
حياكم الله، تحية وألف لشباب الموصل، لشعرائها، لأدبائها، لمثقفيها، لفنانيها. كانت سفرة جميلة إلى غابات الموصل في يوم من الأيام، ها؟ وكان هذا اللقاء الجميل، فمهداة باسم خيمة وقصيد إلى محافظ نينوى حقيقة، الأستاذ منصور بن مرعيد أبو حسن، ويا رب إن شاء الله الخير قادم، ويهل الموصل إن شاء الله معاكم قريبا إن شاء الله. أيضا بمناسبة شفاء أبو منهل صالح العذاب بعد إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح والحمد لله، ويمكن ما بقالي من المشاركات إلا القليل إذا تسمح لي يا سيد المخرج. من أبو الغالية أهن الحويجة، حير الحويجة وأهل الحويجة، يقول أبو الغالية أهن طي، يقول يا قلب إن سجر بطل الحزن وشراك، صدق محيت الخوي هم وغثى وشراك، غدار هذا الوقت فوق الجرح وشراك، ركني زماني يا خي بيد وطلع، وشري وشري يا دنيا القلب عقب الولف، وشري يا قلب حب الذي عنده وفى، وشري وحب المنجلك وفى، وحب المنجلك وفى، باع البشر وشراك. حي الله بالغالية وحي الله القرايب والعمام، حي الله هن المجمع من حامد المجمع بديالة، حي الله ديالة واهل ديالة، وهن المجمع إذا دمعك جرى وما كفت العين، أبشي حتى تكفي أحزانك، وإذا أنت تعبت فديوم وياي، أمد عمري جسر ما أنكر أحزانك، ما أنكر أحسانك، وإذا وقتك لواك وما لقيت إخوان، أسطر لك ضلوع تصير خوانك، وإذا أنت صرت سالوفة الطيبين، أصير انهيل قهوة بوسط فنجانك. تحياتي لك وتحيات لي قناة سامراء وكل الكادر، يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ العزيز والمتألق أبو فرقان، أصالة عن نفسي ونيابة عن أهلي، عائلة الحاج شاكر الرملي بشكل خاص وباسم قبيلة جبور بشكل عام، نشكر الشيخ أحمد المدلول الجرب عضو مجلس النواب المحترم على حصوله استثناء من وزير الدفاع بقبول أخي ليث شاكر صالح الجبوري في كلية في الكلية العسكرية، ونحب أن نهدي للشيخ ابن الشيخ أحمد المدلول عضو مجلس النواب العراقي هذه الأبيات، وهي قليلة بحقه ولكنه يستحقها، أسد خلفة أسد والأسد لا ميهاب، أسد خلفة أسد والأسد لا ميهاب، دومك بالصدار المايل تعدله، غلطان اللي ضدك واهم ومخذول، ويجرع كاس ذل بحنظل ودفله، انت الشمري انت الشمر النثر جفوف الخوف، وانت البيرق المهيوب وانتعله، اهو خاب الذي قد حاربك وانطاح، اهو خاب الذي قد حاربك وانطاح، مثل طيحة جراذي بهاوية وذلة، يا شيخ أحمد يا ابن جربة يا مدلول، يا شيخ أحمد يا ابن جربة يا مدلول، وعليك الجدم حث وسار مد لول، تظل نبع الكرم شامخ يا مدلول، وعليك تلوق كل طيبة جودية، وعليك تلوق كل طيبة أجودية. حي الله الشيخ والجربان أهلها حقيقة، مهي جديدة عليهم. يقول المرسل، يقول 10 دارات ضدنا ودارهن، 10 دارات ضدنا ودارهن، وغدا مثل السحايب دار أهلنا، أشوف البين عاشج دار أهلنا، وكل ما زارها يخرب خراب. مؤيد الجربوع، فيجيها الرد 10 نوبات ضدنا ونوبة لنا، بضمير حشاي عاثن نوبة هن، ليال الشوم قشرة النوبة هلنا معاهن زاد مسجين غثة، النوبة هلنا معاهن زاد مسجين غثة. من الحريد، حي الله الحريد وحي الله الجربوع. وردة صلاح الدين أيضا ترسل، وحق نخل الجنوب وملحة وهوارة، وحق طيبة أهلنا ومجلسه ودارة، وحق جبال تزهب وسط كردستان، وحق الهربجي وسوباس ونوارة، وحق ضحكة عجوز من الرصافة تقول بغداد السلام وبيها نتباره، يظل شعب العراق أكرم بشر بالكون، وما غيرك يا رب تحامي أسواره، ما غيرك يا ربي تحامي أسواره. ويمكن مسك الختام إلى مضيف الشيخ عشم السبهان الفرج الذي حضرناه يوم الجمعة، كانت هذه الأبيات: ما كل من يبعد بها الوقت ناسيك، ما كل من يبعد بهالوقت ناسيك، وما كل من يجفي غرور وتعالي
يبقى الخوي وقت التصافي يصافيك، ويد اليمين إن كان غيره شمالي أغليك لو تبعد، وبالقرب أغليك نفس المشاعر، يا ترف لا تبالي ويا الله يا معبود دايم تعاليك، يا رب دخيلك غير بخير حالي، ويا رب تكرم في نداك وعطاويك له للخصم بيت الفرج للغوالي، انت الكريم وتعطي الجود بيديك، وراع السخاء يعطي بغير السؤالي، وهناك قال الشافعي بيت يسليك ثوب الكرم ستار شين الافعالي، وهم لو تعيب الناس تذكر مساويك، وجه الكريم يشع طيب ومثالي، ويا شيخ يا العزوة يا شيخ يا العزوة وسند جيت أهنيك، يا من تصديت بحزم للنبالي كفا بكف حزام ظهرك، ترى خيك مهما بعد مهما جفا يظل غالي، وصلاة ربي عد الألمان وتشيك، وإعداد ما حن الشجاع النزالي وإعداد ما حن الشجاع النزالي. فهذه مهداة للشيخ عشم السبهان بمناسبة افتتاح مضيف الفرج الحور الشرقاط، وحياهم الله. تحية وألف لأبو شجاع، كان رفيقي في هذه السفرة إلى أهن العشم وإلى الحاج مصلح حقيقة، وإلى كل القرايب والعمام. يا المخرج وش بقى من الوقت؟ المخرج يقول اختم لم يكن فيها من العيب سوى أنها مرت كلمح البصر. يا رب بردا وسلاما على العراقيين جميعا. انتهت هذه الحلقة، لا يسعني في نهايتها إلا أن أشكركم أيها المشاهدون المتابعون الأحبة. الشكر موصول إلى غيث آل الطوف نسيناه بالحلقة الماضية، وإلى أبو العيش، وإلى فهد الجرجري حقيقة صاحب الاختيارات الجميلة، وعبد الرحمن السامرائي التواصل الاجتماعي، وإلى مروان غالب وعلي بن غالب، وإلى المتغلق الكبير سامر العاني، وكل أهل عانة وهالراو وهالحديثة. والملتقى قريب معاكم يا أهل الأنبار إن شاء الله. إلى أيضا عمر الرافع، إن شاء الله نلتقي معاك قريبا يا عمر الرافع، وإن شاء الله ما بقى إلا القليل. هانت يا أخوي يا عمر، هانت، الله حيهم الله حيهم. وإلى الناصري يوسف الناصري، الله حيه. وفيصل آل الطوف الإدارة التنفيذية، وكل قناة سامراء الفضائية. هذه تحية المخرج لكم من سوريا الحبيبة إلى العراق الحبيب، طبعا نبيل كوبوني و معه أغلو أغلو حياها الله، حلاقة نبيل كوبوني أيضا تحية وألف لهم. وهذه تحية المخرج حسام بوفاعور. حتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.